السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن الإعلان رسميا عن سوزوكي ألتو موديل 2020 الجديدة في مصر. لو عجبك الفيديو وحسيت أنك استفدت ولو بمعلومة بسيطة، ممكن تدوس لايك أو ممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة سوزوكي قامت بإطلاق عربيتها الجديدة سوزوكي ألتو موديل 2020 بشكل رسمي في السوق المصري. الموديل الحالي الجديد موديل 2020 نازل بشكل جديد مختلف عن الشكل القديم، ونازل بتجهيزات أكتر ووسائل أمان أكتر، وكل السلبيات اللي اتكلمنا فيها في الموديل القديم اتغيرت أو أغلبية السلبيات دي اتغيرت، وهم بيحاولوا يقدموا قيمة أعلى مقابل السعر لمحاولة الحصول على أقل سعر في السوق المصري عشان تبقى هي فعلا أرخص عربية في السوق المصري. العربية سوزوكي ألتو نازلة بفئة سعرية قليلة قوي، وتعتبر من أرخص العربيات الموجودة حاليا في السوق المصري. بعدها مباشرة هنلاقي اللادا جرانتا مانيوال، ودي برضو عربية اقتصادية، وبعدها رينو لوجان. مواصفات سوزوكي ألتو موديل 2020 الجديدة: محرك 800 سي سي 3 سلندر، قوة المحرك 47 حصان ودي حاجة ما اتغيرتش، عزم الدوران 68 نيوتن متر، صبابات 12، نقل حركة مانيوال من 5 سرعات، استهلاك البنزين 3 لتر لكل 100 كيلومتر، وده طبعا نظري انما العملي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. سعه خزان الوقود 35 لتر، ودي برضو كانت نقطه سلبيه لان سعه خزان الوقود ده قليل وغير متناسب مع استهلاكها الحقيقي العملي، ولكن لو هنحسبها على الاستهلاك النظري فهو متناسب مع 3 لتر، ولكن الواقع مش 3 لتر خالص، ده بتعمل 4 و5 لتر وفي بعض الاوقات بتوصل ل 6 لتر. الشنطه الخلفيه حجمها 180 لتر، ودي طبعا صغيره ولسه زي ما هي. ارتفاع العربيه عن الارض 16 سنتي، فيها وسائد هوائيه السائق والراكب الامامي، ودي حاجه كويسه في موديل 2020 ما كانتش موجوده في القديم. فيها نظام ايموبلايزر ضد السرقه، فيها فرامل اي بي اس، ودي حاجه كويسه جدا ما كانتش موجوده في الفئه القديمه. انذار لعدم ربط الاحزمه، غلق الابواب الخلفيه اوتوماتيك، سماعات وراديو، تكييف مانيوال، فيها كمبيوتر رحلات، مساند راس. الموديل الجديد من سوزوكي ألتو نزل فيه العديد من التغييرات عن 2016، شفنا وسائل امان وكماليات تجهيزات اكتر بفرق كبير، مع الشكل الخارجي كمان اتغير والتصميم الداخلي كمان اتغير. تم تسعير العربية اقل من سعر موديل 2019 السابق. سعر موديل 2019 من العربية دي كان 135 الف جنيه الفئة الوحيدة المتوفرة، اما موديل 2020 فتم تسعيرها الفئة الوحيدة ب 130 الف جنيه. تعتبر العربية سوزوكي ألتو ارخص العربيات الموجودة في السوق المصري حاليا، واللي اصبحت بتقدم وسائل امان معقولة بالنسبة لفئة سعرية زي دي، مع كماليات اكتر وتجهيزات اكتر وتغيير في الشكل الخارجي في التصميم الداخلي. في نهاية الفيديو اتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.